عليكم ومرحبا بكم. جينا اليوم للبولفار عاوتاني باش نشوفوا لي زارتيست جداد وسورتو فهد بن شمسي. يلا معايا ونشوفوا شنو غيطرى اليوم. واش كيعجبك البولفار؟ كيعجبني البولفار. واش اول مره غتجي البولفار؟ اول مره غنجي البولفار، وكنوجه تحياتي للطاقم اللي صايبوا هذا الشيء هذا ديال البولفار، كنتمنوا لهم ازدهار من هنا قدام. شنو من الحوايج اللي عجبوك حتى لدابا في البولفار؟ كلشي نقي، استضافه نقيه، كاين السيكيورتي، كاين الامن، كاين كلشي، كلشي منظم. بالنسبه للحوايج اللي ما عجبوكش؟ ما عجبني، كلشي عجبني. وشكون هما لي زارتيست توب اللي ما كرهتهمش يكونوا معانا؟ طوطو، شحال من واحد، دولي بران، شحال من واحد. بالنسبة للقناوة ما جيتش على قبل اليوم؟ لا. علاش جاي اليوم؟ أنا جاي معول على شي حاجة أخرى. هادشي اللي طلع ياك؟ شكرا. باش كيعجبك الفاكسيس اللي كيجيو ولا ما كتمشيش تكون قريب؟ واحد الشيخ انا في الراب قريبي كيعجبوني الخلاط، فهمتي؟ ما بقاش نشوفو شي واحد كون جابو شي البارح كل عائلة كان عندي طوطو لوحال عفو كل بران هذا ما كان عثمان كحبان الشيخ احمد والله كاين بزاف ديال الروح كيفاش في الفيستيفال اون جينيرال صراحة زوين كيف كل عام من غير هذاك العام اللي كان الصداع وداك الشيء المهم هذا العام والعام اللي فات كان داز كل شيء كاين كل شيء كاين كل شيء كاين كل شيء لا ماشي اول مره غادي يجي البولفار باش كيعجبك البولفار ضروري هذه حاجه باينه وحنا كنسوا على قبل شكون هما اللي فاكسس اللي شفتي على قبل اليوم اليوم ما كاينش لي زاكسس ما شفتي البارح ما شفتيش باش كان لي زاكسس كان اسمه العيد بزاف ديال الدراري ما بقاش انا نشوف طوطو وبوقال وشوبي حتى هو واحد لا باش اول مره غاتجي البولفار كل عام السلام ورحمة الله وبركاته. واش هذه أول مرة غتجي البولفار؟ ثاني مرة تنجي البولفار وأول مرة هي كتعجبني الحال، كنت تنسمع الأولاد الدرب البولفار زوين، البولفار زوين في النطاق في القناوة في الراب في بزاف الموسيقى، وعجبني الحال أنه ما لقاو جيت المرة الثانية. شنو كيعجبك في البولفار؟ كيعجبوني الرابورة بعدا تنموت على طوطو طه
راه شوف تحية من هنا يا ويتك نموت عليك. على فهد بن شمسي واش تقول على خالد جينا على قبله حنا اليوم حيت ديك الدري الله يعمرها دارو وكلشي وطيب ومتخلق وكيعمل لك الشعب قيمه وكيدير مع كلشي حنا راك نحبوا اي واحد اللي كيتعامل معانا ويكون معانا بخير فهمتي حنا كنحبوا اي واحد ولا ما جينا للبولفار باش نشطوا ونضحكوا ونضرب مرحطه ونروحوا للحطه باش نتفطم عليا وتنشكروا من هذا المنبر حيت واحد النهار غادي بالسياره ديالو والله ما نكذب عليك من فيروس نسير ليه والله ما نكذب عليك دار الدوره وقفوا تصورت معاه والتحيه ليه. بسم الله الرحمن الرحيم ولا شكرا ماشي اول مره بزاف مرات ولكن هادشي ديال البولفار كتبقى زوينه كبار شكرا.